وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب علياوي. مرحبا أستاذ أديب. أهلا بكم، تحية لكم وتحية لجميع المشاهدين. سيد أديب، بداية على خلفية اتفاق أمريكا وتركيا بشأن تعليق عمليات الأخيرة العسكرية في الشمال السوري، القوات الأمريكية تنشر قواتها في العراق، ما التبرير المتاح عسكريا لهذا الانتشار؟ نعم سيدي الكريم، يعني دعنا نؤكد على نقطة هامة، أن يعني الانسحاب من سوريا هو انسحاب جزئي، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد يعني قالت بأنها ستنسحب منذ أكثر من سنة وهي لم تنسحب، لذلك أنا أقول أنه انسحاب جزئي، هذه نقطة. النقطة الثانية، أن تواجد القوات الأمريكية في الأراضي العراقية ليس جديدا، يعني التواجد الأمريكي ممتد على كل الأراضي العراقية، حتى القواعد المتواجدة في كردستان جاءت عبر يعني موافقة من الحكومة المركزية في بغداد. صحيح. وبالتالي أنا أقول أن قاعدة الحبانية وقاعدة عين الأسد وقاعدة القيارة وغيرها من القواعد الموجودة في الأراضي العراقية ليست بجديدة، إضافة إلى ذلك هناك إنشاء قواعد جديدة أيضا على الأراضي العراقية بموافقة الحكومة الحالية حكومة عبد العزيز المالكي. يعني دعني أقول أن المالكي هو من وقع بالبداية، لكن بعده وافق العبادي ويوافق أيضا حاليا عبد المهدي على تواجد عدد كبير. ودعني أؤكد على نقطة، ليست فقط القواعد الأمريكية موجودة على الأراضي العراقية، هناك قاعدة استرالية، هناك قاعدة بريطانية، هناك قاعدة تركية موجودة على الأراضي العراقية. ولذلك أستاذ أديب لو سمحت لي، يعني إلى أي مدى ترى أن هذا الانتشار يرسخ لوجود القوات الأمريكية غير المشروع أصلا بعد الاتفاق الذي تم إبرامه مع الحكومة في بغداد في 2011؟ يعني أعتقد أنها أصبحت قواعد ثابتة، هي قواعد يعني ليست واقع حال، بل هي قواعد أصبحت ثابتة ولن تتغير، وهي أصبحت ضمن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وفي المنطقة. وبالتالي أنا أقول أنها قواعد ثابتة، وأعتقد أن الانسحاب من يعني من القواعد الأمريكية من العراق أصبح يعني محال ضمن هذه المعطيات الدولية الموجودة حاليا، وبالتالي أصبحت قواعد ثابتة، لا مجال لأي تغيير في هذه المعطيات. لذلك أنا أقول الحكومة العراقية هي من وقعت وتفاهمت مع الولايات المتحدة الأمريكية على التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية. طيب في المقابل سيد أديب، يعني تحالف الفتح أحد مكونات الحكومة الرئيسية يقول أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا دخلت العراق دون موافقة الحكومة، عكس ما تقولون سيد أديب، إذن هل من مبرر لوجود شرعي لهذه القوات؟ يا سيدي، إذا كانت القواعد الأمريكية موجودة على كل الأراضي العراقية، هل تحتاج إلى موافقة للدخول من سوريا إلى العراق؟ يعني أعتقد أن هذا لذر الرماد في العيون، هذه كذبة كبيرة. القوات الأمريكية تدخل إلى الأراضي العراقية كونها متواجدة بشكل رسمي وشرعي ومتفق عليه مع الحكومة العراقية. يعني أنا أقول أحدد حتى القواعد، قلت لك قاعدة القيارة، وقلت لك قاعدة الحبانية، وقلت لك قاعدة عين الأسد، هذه أنا أقول على هذه القواعد المتواجدة في غرب العراق وفي الأنبار وفي غيرها، لكن هناك حتى قواعد في كردستان هي بموافقة أيضا الحكومة المركزية. يعني بمعنى آخر أن التواجد الأمريكي هناك شرعي، ولذلك أنا حتى القوات الأمريكية كانت التي دخلت سوريا هي جاءت إلى الأراضي العراقية ومن ثم دخلت إلى الأراضي يعني السورية. نعم، يعني إذا كان وجود القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بغير ذي مبرر، فما الخيارات التي كانت متاحة أمام تلك القوات إذن؟ لم أفهم السؤال سيد أديب. يعني إذا كانت وجود القوات الأمريكية المنسحبة أصلا من سوريا بغير ذي مبرر كما تقولون حضرتكم، فما الخيارات التي كانت متاحة أمام تلك القوات إذن؟ يعني هل هناك خيارات متاحة أمامها؟ القوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية هي باتفاق وضغط تركي، يعني ونقطة أول السطر هذا الموضوع. يعني واعتقد ان هناك خبث ايضا في هذا الانسحاب، الخبث ينبع من نقطتين هامتين. النقطه الاولى هي
تأخير انسحاب القوات الأمريكية من منبج، تم تأخير القوات الأمريكية بالرغم من الاتفاق التركي الأمريكي، تم تأخير الانسحاب من منبج حتى تصل بعض قوات الروسية وبعض قوات قسد تحت العلم الروسي ودخلوا إلى منطقة منبج. وبالتالي أنا أقول هي عبارة عن انسحاب جزئي قد يؤدي في بعد دخول القوات الروسية إلى تصادم تركي روسي، إلى تصادم. سيد أديب، يعني نحن أيقنا أن الوجود الأمريكي يعني هو موجود منذ زمن ويتجذر. يعني سؤالي الأخير لك، اتهم الرئيس وزير العفو وزير الدفاع الأمريكي أكد إبقاء قوات أمريكية قرب حقول النفط كما يقول شمال شرق سوريا، كيف تقرأ هذا التصريح الصريح؟ نعم صحيح، لذلك انا قلت ان الانسحاب الامريكي كان مجمع منذ اكثر من سنه وتم تاخيره، وقال بعدين انها ستنسحب على مراحل. اضافه الى ذلك اليوم هناك يعني نيويورك تايمز يعني قالت بان هناك خطه قدمها البنتاغون الى الرئيس الامريكي ببقاء حوالي 200 جندي حول حقول النفط. ولذلك يعني الحقول النفط العراقية والسورية هي للأسف الشديد تحت السيطرة الأمريكية، وبالتالي أنا أقول أن هذا الانسحاب جزئي. لذلك منذ البداية قلت أن هذا الانسحاب جزئي وليس انسحاب كلي. أمريكا تريد نفط هذه المنطقة وتريد السيطرة على هذه المنطقة بطريقة أو بأخرى. نعم، الخبير العسكري السوري أديب علاوي، شكرا لانضمامك إلينا.